اهلا بكل اللي بيتابعوني، معاكم دنيا احمد، لايف كوتش ممارس العلاج بالفن. يلا نستعرض النهارده نمط مميز، وهو النمط الحسي. الطفل اللي بيغلب عليه النمط الحسي بيتفاعل اكتر مع الاشياء الملموسه او المحسوسه. هتلاقيه بيستخدم كلمات زي انا كنت حاسس ان ده هيحصل، اتجمدت من الخوف، مش مرتاح. تحسيه لما بيجي يتنفس بياخد نفس عميق لدرجة ان النفس يملى بطنه، صوته هادي. ولو ممكن لو في صوت عالي ممكن تلاقيه بيحط ايده على ودنه انه متضايق او مش مستحمله. كلامه قليل، من 80 ل 120 كلمة في الدقيقة، وممكن يقعد وقت مدة كده ساكت. طيب الطفل اللي بيغلب عليه النمط البصري قلنا ان هو بيعبر عن نفسه بالرسم. طيب اللي بيغلب عليه النمط الحسي، ما هو كلامه قليل، ازاي نعلمه؟ انت اتكلمي قدامه وعبري عن مشاعرك، علميه ازاي هو كمان يعبر عن مشاعره من خلال ان انت تقعدي وتحكي معاه وهو يسمعك، وبعد كده هو بالتالي هيقلدك، وبعد كده هيبتدي هو يتكلم معاكي ويعبر عن اللي جواه. وقفته بتكون مايلة للأمام والرأس والأكتاف للأسفل. تخيلي مثلا نفسك أو حد واقف وفي وضع حزين، فبيبقى واقف باصص لتحت، لأن المشاعر في الجزء السفلي للدماغ، دايما بيفضل يمسك اللي بيكلمه أو يحط إيده على اللي بيكلمه. صاحب قدرة تنفيذية عاوز على طول يشتغل، يعني عاوز فعل مش عايز كلام. انتوا تجمعوا واتفقوا وانا هنفذ، ملوش في الفلسفة والكلام الكتير. بيلاحظ الحركات والتصرفات، وهيحبك ويكرهك من خلال التصرفات دي، مش زي البصري مثلا بيرتاح للشخص من مظهره، لا ده بيرتاح من خلال تصرفات الشخص اللي قدامه. بعض الحسيين لما بيحب قوي، ولما بيكره قوي، لان المشاعر عنده مهمة، فمش بيحب يحرج حد وبيحافظ على المبادئ. احيانا الناس تحس ان هو اوفر او مزودها من كتر ما هو شاغل نفسه وتفكيره بموضوع المشاعر ده، وعمال يفكر قبل كل خطوة يعملها، يا ترى لو عملت كده هتحبني، طب لو عملت كده هتزعل، طب هي ماما مش بتحضني ليه، هو هي مش بتحبني عشان كده مش بتحضني. ما عندوش مانع ابدا انه يفضل يستكشف كل مرة ويغلط ويستكشف تاني عشان يشبع رغبته في التجربة. الطفل اللي بيغلب عليه النمط الحسي يلتفت الى ما يشعر به، يعني عشان تكلميه خديه في حضنك مثلا، او قعديه على رجلك، او حط ايدك على كتفه واتكلمي معاه بحنية وبهدوء وبصوت هادي. استخدمي كلمات زي انا حاسة بيك، طب انت حاسس بايه دلوقتي؟ وعشان تقنعيه بحاجة معينة ادخلي له من مدخل عاطفي، بس مش تقولي له اعمل كذا عشان احبك، لا طبعا هو ابنك وطبيعي ان انت بتحبيه. ما لا، ممكن مثلا تقولي له انا هبقى مبسوطة اكتر لو عملت كذا، او هحس ان انا مرتاحة. مش بيحس بالسعادة والراحة الا لو اديتي له حب وتقدير. ما يقدرش يشتغل تحت الضغط، ما يقدرش يشتغل لو انت بتستعجليه. كمان الصوت العالي زي ما قلنا بيضايقه، وممكن يحط ايده على ودنه او ينزعج من الصوت العالي. وكمان ما تفضليش مبصاله في عينيه طول ما هو بيتكلم، انت كده هتوتريه. ازاي بقى يتعلم الطفل الحسي؟ زي ما قلنا ان هو لازم يشغل ايده وحاسة اللمس. فممكن مثلا لو جبتي له لعبة ومعها ورقة تعليمات ما يهتمش اصلا يقراها، هو هياخدها على طول ويحاول ايه يركبها. هيفتكر كل اللي بيجربه، عشان كده من الاحسن ان هو اي درس او اي حاجة هتحولوها لنشاط. ممكن صلصال، ممكن لوحة رمل ويكتب عليها بصباعه مثلا الحروف لو هو في سن صغير شوية. حاجات تجارب زي سائع، سخن، ناعم، خشن، كل الحاجات اللي يقدر يلمسها او يعملها بايده هتكون افضل بالنسبة له علشان يتعلم. طيب الطفل اللي بيغلب عليه النمط الحسي لو تعرض للاهانة، والاهانة هنا ان انت بتهيني مشاعره، زي مثلا على عرضتيه للعزلة، النوتي كورنر والنوتي تشير، انت كده بتهنيه، انت كده بتهنيه وبتهيني كرامته. ف
هو بالتالي هو هيحاول يعوض النقص العاطفي ده بطرق او بطرق، بس طرق هتبقى انحرافات. لو انت عصبية معاه، لو انت بتتعمدي تسخري منه او تستهزئي منه خاصة قدام الناس، كل دي حاجات بتأذي مشاعره، وهو اصلا طفل محب للاحضان وطفل المشاعر عنده مهمة، فهيدور على المشاعر دي بطريقة مش سوية، فممكن يأذي نفسه ان هو مثلا يعور نفسه او يشد شعره، او ممكن يؤدي الى انحرافات جنسية لانه التلامس عنده مهم، فتحسي ان هو بقى زي المتحرش بيدور على الاحضان، عايز اي حد يحضنه، عايز اي حد يحبه. وفي السن الصغير مش هتحسي قوي بالمشكلة، المشكلة دي هتظهر لما يكبر شوية، وخاصة مثلا بعد 7 سنين او لما في سن المراهقة، بعد كده هتظهر المشكلة دي قوي، وهيبقى التدخل لازم تدخل فيها عشان نحلها. هو زي ما احنا قلنا ان هو اي حاجة بيلمسها بتأثر فيه، بيستقبل يعني المعلومات والحاجات عن طريق التلامس، فممكن ان هو يحاول يعوض الحرمان العاطفي ده للام سببته له بانه مثلا يلمس اعضاءه هو الخاصة. وطبعا هو هيحس ساعتها بمتعة، طبعا غير المتعة بتاعة الكبار، بس هيحس وقتها برضو بمتعة، لان المستقبلات الحسية في المناطق دي بتكون كتيرة يعني، فهو هيحس، فهيبتدي بعد كده ممكن تبقى عادة عنده لو الام ما انتبهتش وديت له، اشبعت رغبته في المشاعر اللي عنده، وديت له الاحضان الكافية والحب الكافي والتقدير الكافي، الوظائف المناسبة. بقى لما يكبر كده ان شاء الله شوية، لو هو لسه نمطه حسي، هيبقى ناجح كممرض، مدرب، اخصائي اجتماعي او مختبر. حاجة أخيرة، طفلك اللي بيغلب عليه النمط الحسي مش عنيد، هو بس عنده حساسية زيادة، يعني ممكن يكون طعم أو ريحة الأكل هو مش قادر يتحملها، فبيرفض الأكل ده اللي انت قدمتيه له. كمان هو مش مخرب، هو بيحب يستكشف بإيده، ويحب يفتح مثلا الأزايز ويقفلها، أو ينام على البلاط عشان يشوفه هو ساقع ولا إيه. لو لقيتيه بيتصرف بغرابة في وقت حزنه أو عصبيته، أو زي ما احنا قلنا لقيتيه لاحظتي عليه أي انحرافات سلوكية، فهو بيكون خايف ومتوتر، خديه احضنيه وطبطبي عليه. هو مش بيطنشك لما تنتهي عليه، بس هو مش زي الطفل السمعي، هو اللمس عنده هي اللي بتحركه، فحطي ايدك على كتفه عشان يركز معاكي في كلامك. خدي بالك انه ممكن يكون حسي حركي، في الحالة دي هيكون ملول ومش بيقدر يقعد في مكانه لمدة طويلة، بالتالي هيأثر على انتباهه وتركيزه. طفلك اللي بيغلب عليه النمط الحسي دايما هيفتكر الحاجات اللي عملتوها سوا، فعشان كده حاولي تسيبيله انطباعات وذكريات جميلة. شكرا على متابعتكم، دنيا احمد.